ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. مرحبا بك محمد. إذن الهجمات المستمرة من جانب روسيا على أوكرانيا في مناطق منوعة وتضعنا في صورة خريطة للساعات الماضية وكذلك أبرز التصريحات السياسية. نعم محمد، ربما نبدأ من التطورات الميدانية في المناطق الشمالية الشرقية من أوكرانيا. يبدو أنها الأكثر استهدافا من قبل القوات الروسية خلال الساعات الماضية، حيث قالت قيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني بأن عملية التأهب الجوي مستمرة، خاصة في مقاطعتي سومي في الشمال الشرقي على الحدود مع روسيا، وكذلك مقاطعة خاركيف المجاورة. الليلة الماضية والساعات الأولى لهذا الصباح كانت المنطقتين قد شهدتا قصفا مكثفا للقوات الروسية التي تستخدم على مدار الأيام الماضية القنابل الجوية الموجهة في منطقة سومي. وقع قتلان وسط المدنيين، هناك عدد من الجرحى ودمار في عشرات المباني السكنية وفق ما ذكر رئيس الإدارة العسكرية. أيضا في منطقة خاركيف وبالتحديد في تلك البلدات الواقعة بالقرب من مدينة كوبيانس شهدت قصفا للقوات الروسية باستخدام أيضا القنابل الجوية وفق ما ذكرت الإدارة العسكرية هناك. هناك أيضا قتيل على الأقل وعدد من الجرحى ودمار في عدد من المباني السكنية وفق ما تقول السلطات المحلية. طبعا ربما المخاوف الرئيسية في تلك المنطقة هو الاستخدام المتكرر للقنابل الجوية. اليوم فيه تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكر بأن القوات الروسية على مدار الأسبوع الأخير استخدمت أكثر من 800 قنبلة جوية في استهداف المناطق الأوكرانية، وأن القوات الروسية استخدمت عشرات المسيرات وكذلك عشرات الصواريخ في استهداف مناطق أوكرانية متعددة. قيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني قالت بأن دفاعاتها تمكنت الليلة الماضية من إسقاط صاروخ من نوع خا-59 من أصل 4 صواريخ أطلقتها القوات الروسية، بالإضافة إلى تدمير 15 مسيرة من أصل 23 استخدمتها القوات الروسية في ضرب مناطق متعددة في البلاد، ذكرت بالأساس مناطق سومي، خاركيف وأوديسا في الجنوب، بالإضافة إلى منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، بالإضافة إلى تلك البلدات. هناك عشرات البلدات الواقعة في مقاطعتي دونيتسك، لوهانسك وزابوريجيا في خطوط الجبهة تعرضت لقصف بمختلف أنواع الأسلحة وفق ما ذكر الجيش الأوكراني الذي قال بأن وحداته خاضت أكثر من 180 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية. فقط محمد، هناك إشارة إلى بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية دعا فيه أو حث فيه الجانب الإيراني إلى عدم تسليم روسيا لصواريخ باليستية، طبعا بالنظر إلى التقارير الغربية الأخيرة التي تحدثت عن أن طهران ستسلم موسكو عدد من الصواريخ الروسية، وعبرت وزارة الخارجية الأوكرانية عن قلقها من هذه التقارير. شكرا لك مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي من كييف.